السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا. في هذا الفيديو سنتعرف على برنامج جديد، وكما عودناكم بالحصريات فهذا البرنامج يشرح لأول مرة باللغة العربية. نحن هنا في الصفحة الرئيسية لموقع البرنامج والذي يدعى Word Creator، وهو برنامج خاص لإنشاء التيرين واللاندسكيب أو التضاريس والمناظر الطبيعية، وذلك من خلال أدوات تتيح لنا نمذجة وإضافة تكستيرات، إضافة 3D Objects، بحار وغيرها للخروج بنتيجة أقرب إلى الواقع بشكل كبير. كذلك يمكننا هذا البرنامج من عمل ريندر لمشروعنا وفتحه في مختلف برامج الـ3D الأخرى مثل السينما 4D. أول شيء يجب أن تعلمه أن هذا البرنامج ليس مجاني ولا يتيح لنا أي فترة تجريبية، فمن خلال الضغط على كلمة داونلود من هنا ننتقل إلى صفحة تحميل البرنامج. يمكننا من هنا اختيار نسخة البرنامج حسب نظام التشغيل ويندوز أو ماك، لكن بعد تحميل البرنامج لا يمكن الدخول إليه إلا بعد الشراء من خلال الضغط هنا ثم الضغط على Get Word Creator واختيار العرض المناسب. بعد شراء البرنامج يمكن العودة إلى صفحة الداونلود وتحميل المكتبة من هنا، والتي تحتوي على التكستيرات، البروشز وغيرها من المستلزمات. نتوجه إلى الجاليري من هنا، نتصفح بعض الصور الخاصة بالمشاريع التي نستطيع إنشاؤها بهذا البرنامج. إذن هنا نلاحظ مناظر طبيعية رائعة وجميلة وعوالم مختلفة سواء للألعاب أو الأفلام. إذن هذه الصور عبارة عن بعض الأمثلة لما يستطيع البرنامج القيام به. هذا كل ما لدينا في درس اليوم، لنا عودة إن شاء الله مع هذا البرنامج في قادم الدروس. بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.